أيضا في الشركة المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لاستضافة بطولتي السوبر المصري بالإمارات. وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورت بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبي الرياضي لإقامة مباراتي كأس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري والكأس موسم كأس مصر طبعا لموسم الماضي 2021 والموسم الحالي 21-22 بدولة الإمارات الشقيقة في إطار التعاون المثمر والقوي بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركة الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر. وعقد اليوم اجتماعا موسعا بحضور الدكتور حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورت وشركة الاستادات للاستثمار الرياضي ومحمد يحيى يلطفي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورت وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومن الجانب الإماراتي عارف حمد العوني الأمين العام العواني أنا آسف عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي وسهيل عبد الله العريفي مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي ومحمد عبد الله الظاهري الأمين العام للاتحاد الإمارات لكرة القدم والسيد ناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبو ظبي الرياضي والسيد عبد الرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبي الرياضي. وتعهد الجانب الإماراتي بتنظيم رائع لبطولتي كأس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية بما يدعم العلاقات التاريخية والروابط المصيرية بين الإمارات ومصر ويعزز أيضا مسيرة وخطة العمل المتواصلة والأجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين. كما أعرب مسؤول مجلس أبو ظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلاميها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع خصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات مؤكدين أن مجلس أبو ظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفاعليات الكبرى. وعقب الاجتماع اصطحب مسؤول شركة بريزنتيشن الوفد المسؤول بمجلس أبو ظبي الرياضي في جولة سياحية ترفيهية في قصر عابدين التاريخي لمشاهدة الآثار والتحف التاريخية والنادرة والتي تعد تحف فنية فريدة. مهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد يحيى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت والعضو المنتدب الحقيقة ومن قبلهم طبعا كان الدكتور الأستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة الحقيقة شغل رائع وواضح إن خلاص مباراتي السوبر خلال الموسم السابق اللي احنا لسه ما خلصناهوش مش عارفين مين بطل الكاس في الموسم السابق ومش عارفين برضو طبعا بطل الكاس في هذا الموسم والدوري السنة دي إن شاء الله هيتقابل في المقابلة أو هيتقابل في السوبر المصري إن شاء الله في الإمارات خلال الفترة القادمة.